السيسي يؤكد لماكرون التطلع لتعزيز التعاون القائم مع فرنسا وتطويره بمختلف المجالات. الحكومة السورية تعلن تصدي الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية. الجيش الليبي يقول إن لديه معلومات حول تحركات الإرهابيين في جنوب غرب البلاد. السادسة صباحا من توقيت القاهرة، هذا موجز لأهم الأنباء. أسعد الله أوقاتكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لتعزيز التعاون القائم مع فرنسا والاستمرار في تطويره بمختلف المجالات، خاصة وأنه يشهد خلال الفترة الأخيرة نموا مضطردا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الملفات الإقليمية. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي أن الرئيس الفرنسي أكد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مصر في ظل دورها المحوري لترسيخ أمن واستقرار الشرق الأوسط والمتوسط. توجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي الذي ينطلق غدا. يشارك في المنتدى أكثر من 3200 من قيادات قطاع الأعمال في العالم، إضافة إلى السياسيين من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء. أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية. وقال مصدر عسكري أنه تم إسقاط 38 صاروخا إسرائيليا توزعت بين محيط العاصمة دمشق وريفها وريفي القنيطرة والسويداء. من جانبه قال جيش الاحتلال إن هجماته استهدفت أهدافا لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا، محذرا من استهداف قواته أو الأراضي التي يسيطر عليها. قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري إن الجماعات الإرهابية تتخذ من جنوب غرب ليبيا ملاذا آمنا بحسب تعبيره بعد هزيمتهم في بنغازي وسرت ودرنا ومنطقة الهلال النفطي. أشار المسماري إلى أن الجيش يمتلك معلومات قال إنها دقيقة حول تحركات الإرهابيين جنوب غربي البلاد، مطالبا أهالي الجنوب بدعم تحركات الجيش الوطني. تشهد القاهرة وعدة مدن حول العالم خسوفا كليا للقمر، هو الأول من نوعه لهذا العام. يمكن رؤية الخسوف بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين ومناطق شرق روسيا والمحيط الهادئ. بإمكانكم دوما متابعة المزيد من الأخبار والتقارير من خلال الموقع الإلكتروني extranews.tv. إلى الملتقى بإذن الله.